ما شاء الله كل حد يقول تخلدوا بارك لينا نعطوه اصوات بعض من الشخصيات المعروفه يقعد تخلدونا ونطورك راك قلدنا رشيد ميدار فينا الكبير رشيد خير السلام عليكم ورحمه الله. نص ياك لباس يا خير. انا اللي قاعد زمان عني مثلا نطلع فيديو والله على اني نجبر حد مثلا على ساحه شو اسمه سبحان الله تيك توك رشيد قاعد ولي مشيت بعد ندور نغير جو نبدل جو وقست حلاقي اللي دائما نحلق انا واللي الشباب تبارك الله شباب كامل يعرفوني بوتهم لا يجبرون وعدلوا لي كوافة تبارك الله ما يكيف ما عادي وخطوا لي لجرس ما عادي ما يتعمق عائلة بعد ناصر قال نودي يتحامل حاتم وحاملنا حاتم ايوا السلام عليكم ورحمة الله الشباب اليوم جاي سبحان الله انا انصح الشاب الموريتاني تاع حاتم قاعد لا توخى الموريتان انت اما شرط انا توخى الموريتان اقوم لا تقعد عندك طموح تبني عليهم اعود عرف عنك الشي ما عدلت راسك اما لا اعدل لك حد يسوى قريب منك اي يسوى بعيد دي نصيحه للشباب ما ياخذوا موريتان نصيحه الشباب كان كامل او هم قاعد ما تدي حتى نمشي يا مريت حامل نوخر حملنا ابوي ابو منان الله يرحمه ايوا السلام عليكم ورحمه الله راني مسلم على الموريتاني وقال لهم على انهم بعد يسمحوا لي قلت الفنان الراحل اللي فنان كان فنان الشعب وكان مثلا وكان كوميدي وكان مرح وكان زين حسوني عنده حجره ما يعادي وانا من معجبين الكبار بيا قلبوا على اني من معجبين وعلى اني اي والله كذا تقلد انه من لا قلت المعلم احمد حسن الددو خير تفضلوا بسم الله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الله تبارك وتعالى قد خلق العباد لعبادته فكما قال في كتابه العزيز وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموا إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ليعبده ولم يخلقه للهو واللعب سبحان الله